مشاهدينا اهلا بكم من جديد، وفقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن تاثيرات حادث الروضه الارهابي على الصعيد الدولي، ونحلل ردود الافعال العالميه اللي كان فيها يعني بصراحه نوع كبير جدا من التضامن الدولي. هيكون ضيفنا ان شاء الله في فقرتنا دلوقتي الكاتب الصحفي والاذاعي احمد الطهري، رئيس تحرير موقع النادي الدولي. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا احمد، اهلا بيك. وعايزين نعرف بقى من وجهه نظرك، انت شغال في مجال الاعلام بقالك فتره طويله، ايه الفرق ما بين التناول الاعلامي فيما يخص حادث الواحات وحادث الروضه؟ اولا خلينا يعني نتقدم الاول بخالص التعازي لينا كلنا، مش لاسر الشهداء بس، ونتمنى الشفاء السريع لمصابي الحادث البشع اللي هو يمكن وقعوا على النفس المصريه مش هتتمحي بسهوله ومش هتتمحي حتى مع الزمن. تقديري ان هي تاني ابشع عمليه بعد مجزره بحر البقر، صحيح، كان عملها العدو او العدوان الاسرائيلي وقتها يعني. دي اول حاجه. الحاجه التانيه فيما يخص التناول الاعلامي، تقديري ان كان في خطوة استباقية من الدولة في إدارة المسألة الإعلامية على مدار يوم الجمعة اللي فاتت، وفقت رغم صعوبة الموقف لكنها وفقت إعلاميا جدا، وده فرق عن الموقف وقت مثلا حادث الواحات أو الواقع اللي حصلت في الواحات. عندنا يوم الجمعة المبادرة بالإعلان كانت رسمية، المبادرة بتقديرات الضحايا كانت رسمية، التقديرات للضحايا اللي بتزيد من وقت للتاني أو يمكن كان على مدار الساعة كانت رسمية، البيانات الخاصة بالسيد النائب العام ومعاينة النيابة العامة، وبالتالي أنا كان عندي سيل من تدفق المعلومات الرسمية حول الحادث على مدار يوم الجمعة. ده قطع الطريق على فتح المجال للشائعات في المجتمع داخليا من ناحية، أو تحجج بعض الأدوات أو الوسائل الإعلامية الغربية بأن أنا ما عنديش معلومة وأن دي الرواية اللي كانت متاحة قدامي، وأنت حرمتني من الرواية الرسمية زي ما تحججوا وقت حادث الواحد. ده السياق العام لما حدث يوم الجمعة في الجزء الإعلامي. لكن أيضا كان هناك نقطة تحول لأي راصد للمسألة في التفاعل الدولي مع هذا الحادث على وجه التحديد. احنا لأول مرة بنشهد تقريبا الدول الخمسة الكبار أعضاء مجلس الأمن بيبادروا مش المساندة أو إعلان الوقوف، لا بيبادروا بالإدانة الشديدة والصريحة للحدث، وبيسموه بمسمياته الصحيحه، هو حادث ارهابي. احنا كنا بنعاني في الفتره اللي فاتت في المساله دي ان كان في تيار داخل بعض الدوائر الغربيه، وتحديدا كان داخل البرلمان الاوروبي وفي مفوضيه الشؤون الخارجيه للاتحاد الاوروبي، كان يسعى لتصنيف ما يحدث في مصر على انه ليس ارهاب ولكنه عنف وعنف مضاد. صحيح، او اختلاف سياسي. ده جزء منه ان هو اختلاف سياسي ونتج عنه ان هو عنف وعنف ده المصطلح مضار. اللي كان من ناحيه ثانيه المصطلحات استخدام المصطلحات بردين. الاعلاميه زي يقول لك مسلحين، مقاتلين، بالزبط، مجاهدين، بالزبط. يعني برضو مش عايزين يقولوا صفه بالزبط. الارهابي بالزبط. المجرم. وحتى وقت حادث الواحات التغطيه الخاصه تحديدا بالنسخه الانجليزيه او النسخه الاصيله للبي بي سي وصفت الموضوع ان احنا كنا بنواجه ميليشيات. طبعا الكلمة تعدي كده على القارئ، كلمة ميليشيا دي كلمة خطيرة جدا، لأن ميليشيا دي يعني هم مجموعة متمركزة ومسيطرة على الأرض وليهم قيادة موحدة وقصة قصة طويلة جدا، مش مجموعة مشرزمة ومشتتة، يعني وصف بيديهم قوة وثبات علشان يوصل معاكي في الآخر إن ده ما يحدث في مصر صراع مسلح. احمد يعني اعذرني بس على المقاطعه، بس يمكن بالرغم ان احنا بنقول ان الدول الخمس الكبار مش هم بس، يمكن المجتمع الدولي كله معظم المجتمع الدولي يعني بيدعم وبكل
قوة، بس يمكن كان في مؤتمر ل يعني دكتور ضياء رشوان وأكد فيه، كان مؤتمر صحفي أكد فيه إن تناول بقى المؤسسات الإعلامية للحدث كانت سيئة للغاية، لدرجة إن ما فيش ولا صحيفة أجنبية ذكرت إن هو حادث إرهابي غير صحيفة واحدة خدتها من يعني عن كلام ترامب، يعني خدت بس الكابتشر كده إن ترامب قال إن ده حادث إرهابي. شايف ده ليه حصل كده وإزاي؟ يعني هل هم لحد دلوقتي اللي ذكروا الدكتور ضياء كان تقدير موقف لحد إمبارح. النهارده السياق مختلف الى حد كبير، والتفاعل هيختلف ايضا في الفتره اللي جايه. رايك ايه في اداء هيئه الاستعلامات؟ هيئه الاستعلامات علشان ما نظلمهمش تركه ضخمه جدا، والموضوع صعب للغايه. احنا لما قامت ثوره 30 يونيو وتم محاوله فرض حصار سياسي وإعلامي وتشويه للواقع في مصر، في جزء من ثانية اكتشفنا إن في عندنا نقاط ضعف كثيرة جدا داخل هيئة الاستعلامات. وعلشان الكيان ده يقوم محتاج فكر مختلف، في جهود قوية بيحاول الدكتور ده يعملها، لكن هو ما عندوش أدوات كثيرة تقدر تحقق له اللي يقدر يعمله. انت بتتكلمي النهارده، احنا بنتكلم في 2017 تقريبا، معظم مكاتب التمثيل الاعلامي الخارجي ما بقتش موجوده النهارده. يعني مدينه زي نيويورك مثلا فيها 75% من الاعلام العالمي، هيئه الاستعلامات مش موجوده هناك. وهكذا. والقصه مش مكاتب بس، هي قصه وكمان مين في المكاتب. يعني هي دي مش المفروض ان حصل عمليه عصف ذهني او برين واشنج ما بين، يعني عصف ذهني ما بين العاملين بهيئه الاستعلامات والمراسلين الاجانب؟ المفروض ده ينجم عنه او ينتج عنه في كوادر، بس هل الكوادر هتأدي لك النتيجه اللي انت عايزها ولا لا؟ ولا لا، دي لسه هتاخد شويه وقت. لاحظي حاجه، ان مخاطبه العالم الخارجي على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا اللي تصدر ليها بشكل مباشر كان السيد الرئيس، ده حقيقي، سواء في احاديثه الاعلاميه او في المؤتمرات الصحفيه اللي هو بيقوم بعملها في الخارج اثناء زياراته، هو اللي تولى الملف ده مباشره يعني. وبالتالي انا ما اقدرش القي اللوم تماما على الهيئه النهارده، لان هي في وضع صعب ومحتاجه امكانيات كتيره قوي، مش بس مجرد ان هي يبقى عندها رؤيه او ان هي زي تحرك. ايه الامكانيات اللي تنقصها، وخصوصا ان الوقت مش في صفنا، انت عارف، امكانيات ماليه وامكانيات بشريه. اهم الامكانيات، يعني امكانيات مالية امكانيات ماليه، ان هو يبقى تحت ايده النهارده الامكانيات اللازمه ان هو ياخد بكره الصبح صفحتين في الهيرالد تريبيون مثلا بمبلغ كذا. صحيح. اوكي، مثلا هل ده متاح لي؟ لا. تمام. انه يبقى عنده الكوادر اللي تقدر تشرح وجهه نظر مصر، وتقدر تدافع عن وجهه نظر مصر، وتقدر تقوم بحملات مضاده في الخارج. يبقى عنده الكوادر اللي تقدر تكون لوبي اعلامي في كل بلد هو معتمد لديها. كان عندنا ده في وقت من الاوقات بالمناسبه. يعني في مرحله عنفوان الهيئه، ودي بالمناسبه كانت فتره التسعينات. التسعينات. في مرحله عنفوان ال وكانت فترة مكافحة إرهاب أيضا. كانت فترة مكافحة إرهاب. خلاص كان عندنا كوادر من هذا النوع يعني. كويس. أنا لأن هي جزء في الآخر، هي في الآخر جزء من المجتمع كله، والمجتمع كله بيعاني من أزمة الكوادر في مجالات كتيرة. صحيح. مش الهيئة بس. طيب أحمد، خليني أسألك، يمكن حادث الروضة يعني الأليم جدا، كانت أصابع الاتهام بتشير إلى تورط عدة دول عربية، منها مثلا تركيا، يعني عدة دول في الواقعة دي، منها مثلا زي ما بنقول تركيا وقطر وإيران، يعني كدول عربية قلنا هتبقى قطر. هي بعض الناس قالت إن لا، في تورط من الدول دي، قطر بجانب طبعا تركيا وإيران. مدى صحة هذا الكلام إيه؟ لا، أنت وجهة نظري احنا ممكن نحسبها بطريقة مختلفة. خلاص، احنا مش هنقعد نقول احنا مؤامرة وبنواجه مؤامرة والكلام ده كله، ولكن في صراع دولي، واحنا لينا نصيبنا في هذا الصراع، واحنا بنؤثر ونتأثر بهذا الصراع. يعني كان في صراع دولي نتج عنه ما جرى في المنطقة كلها في 2011،
وكان لينا نصيبنا من هذا الصراع، واحنا تصدينا صحيح لهذا الامر وغيرنا المسار في 30 وكنا يعني احنا متوقعين كل اللي هيحصل. تمام. صح. النهارده آليات الصراع دي اختلفت. كويس. مصر تمددت اقليميا بشكل ملحوظ في 3 سنين. صح. اللي فاتوا استعادت وضعها المركزي في المنطقة كمركز صناعة القرار الدبلوماسي، وأفريقيا أيضا خلاص قبل الحادث بساعات الرئيس كان في قبرص، والشراكة الثلاثية ما بين قبرص واليونان ومصر ده أمر مزعج للغاية لبعض الدوائر الإقليمية في مقدمتها طبعا تركيا، ويضر بمصالح استراتيجية لقطر فيما يتعلق بمسألة الغاز ومستقبل الثروة في المنطقة. ده جزء هتقدري تقولي برضو تربطيها بمسألة اكتشاف الأمن المصري لخلية التجسس اللي كانت بتعمل لحساب تركيا، ممكن تربطيها أيضا بده، بس هي في النهاية هو جزء من صراع دولي المنطقة بتشارك فيه، وإحنا لينا تأثيرنا في هذا الأمر، واحنا متماسكين للغايه، لان الحادثه اللي حصلت دي مش دليل ضعف لينا، على العكس ده دليل انتحار للارهاب في مصر، لان ده كان اخر كارت عنده يلعب بيه وحرقه. ليه؟ لان هو كده لا رجعه للناس اللي بتتكلم باسم الدين او بتحاول تحكم الناس باسم الدين، لا رجعه ليهم في مصر، الموضوع انتهى بالنسبه لهم. الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبتين مختلفتين ذكر كلمات او مصطلحات يعني تعد بمثابه دستور انساني، عندما ذكر في مؤتمر شباب العالم لما قال مكافحه الارهاب هي حق من حقوق الانسان. صحيح. وكمان بعد الحادث الغاشم الارهابي الغاشم في مسجد الروضه قال يعني القوى الغاشمه سنرد بالقوى الغاشمه لمكافحة هذا الإرهاب أو لمواجهة هذا الحادث الإرهابي. ده هيكون إنعكاسه إيه في الخطة الأمنية أو في الفترة القادمة لمواجهة النقلة النوعية دي في الإرهاب؟ شوف، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتمتع بقراءة استراتيجية دقيقة جدا، وهو الحدوتة مش وقت ما جه حتى يتقدم لانتخابات رئاسة الجمهورية لما قال أنا عارف كل مشاكل مصر وعارف حلولها إزاي. لا، هو عارف واقع السياسة الدولية النهاردة عامل ازاي، وموقع مصر المفروض يبقى ايه، ويوصل للموقع ده ازاي. ودي بانت قوي في السنين الثلاثة اللي فاتوا. بناء عليه هو امام عالم مضطرب يقدر يصنع فيه تجربته بالشكل الملائم للمصالح المصرية بامتياز، قدر يحقق المصداقية دي على الصعيد الدولي، وبالتالي جه منتدى شباب العالم في شرم الشيخ لتأصيل مجموعة من الأفكار اللي هي ممكن مش هقولك الإنسانية، لا هقولك ممكن المجتمع الدولي يشتغل عليها في 10 سنين اللي جايين، لأن كثيرا ما يعني في أشياء حدثت في العالم كان أصلها فكرة، يعني مثلا صدام الحضارات ده كانت فكرة. تمام. وبالتالي ده ما جرى في شرم الشيخ كان بيستهدف ده، تأصيل مجموعة من الأفكار العالمية. تمام. إن احنا نقدر نشتغل عليها خلال العقد القادم، لأن احنا عانينا من الأفكار القديمة. مر من قلب هذه الأفكار الجزء اللي حضرتك قلتيه، اللي هي تأصيل إن مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان. ده واحد. رقم 2، الرئيس يجيد استخدام المصطلحات جيدا ويعرف ما يقول جيدا، وبالتالي هو مثلا ايضا اثناء منتدى شرم الشيخ في لقائه مع الاعلاميين كويس قال مصطلح حروب الجيل الخامس. تمام. اللي الناس تقدر تقول لك ايه حروب الجيل الخامس وايه الكلام الغريب ده؟ هقول لك انا باختصار شديد، طب هو ايه الفرق بين حروب الجيل الخامس وحروب الجيل الرابع؟ حروب الجيل الرابع هي فتره او مرحله الحروب المعلوماتيه وتداول المعلومات، اما حروب الجيل الخامس اللي هي الحرب بالوكاله، حروب العصابات او حروب باختصار شديد. تكنيك حروب العصابات. خلاص. حروب الجيل الرابع
تمام، اللي هي تفخيخ الدول من الداخل واسقاط الدول، اللي هو جراس روتس، اللي هو اللي الناس شربته في 2011 صحيح باختصار شديد، اللي هو اسقاط وتفخيخ الدول من الداخل خلاص صحيح. وتنميط المجتمعات على اسس عرقيه وطائفيه والكلام ده كله خلاص. حروب الجيل الخامس خلاص هو ادخال مع ما سبق ادخال عنصر القوى والعنصر المسلح في هذا الامر، وعلشان كده احنا تحركنا بمنتهى القوه فيما يخص ملف لبنان. ليه؟ لان لو كان حصلت مواجهه ما بين المملكة العربية والسعودية وإيران، حتى لو كانت مواجهة غير مباشرة أو بالوكالة، كانت هتبقى حرب إقليمية كبرى صحيح. ومع الأسف ما كانتش جيوش هتخوض هذه المعارك، ولكن مجموعة من الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية كان من الوارد جدا أن هي تتوحد تحت قيادة مشتركه، وكنت هتلاقي المنطقه دي كلها عباره عن جحيم مفتوح من المحيط للخليج. على ذكر بقى انك بتقول الفرق ما بين او مرحله الجيل الرابع ومرحله حروب الجيل الخامس، ده بالفعل تم تطبيقه في 2011. بس انا عايز اقول لك حاجه، بس عشان اللي بيتفرج علينا ممكن يقول لك ايه انتوا قاعدين بتقولوا حروب جيل رابع وحروب جيل خامس، هي سهل جدا خلاص. حضرتك تدخل على جوجل صحيح وتسيرش على يس، نشوف اصل المساله ايه صح. شوف كل اللي اتكتب، مش حتى احنا مثلا احنا ما عندناش مصداقيه خلاص. شوف انت بتحب مين وشايف ان هو ليه مصداقيه، بتحب الاعلام الغربي، شوف اللي اتكتب عليها في الاعلام الغربي ايه، شوف اللي اتكتب على ده في المراكز العسكريه بره ايه. اوكسفورد، في ورقه بحثيه في اوكسفورد على حروب الجيل الخامس كويس، وبالتالي الناس تبقى منتبهه يعني للمساله دي. بالظبط. فارجع بقى لفكره استخدام المصطلحات. بالتالي الرئيس لما قال هنستخدم القوه الغاشمه كويس، هو يعني المصطلح كويس. وانا استغربت ان حد يطلع يبرر اللي هو المصطلح او يفسر او يقصد ايه لا، هو يعرف جيدا ماذا يقول، ويعرف جيدا ماذا يريد من هذا المصطلح نوع القوى الغاشمه، ان انت يعني هتوقع اكبر صحيح. قدر من وهم ما يستاهلوش الالم كده. وبلا رحمه في هذا الامر صحيح صحيح. احمد احنا بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا في هذا الحوار الشيق. احمد الطهري رئيس تحرير موقع النادي الدولي والاذاعي والكاتب الصحفي، نورتنا وصباحك صباح الورد. صباح نورتنا يا احمد، صباح الخير عليك. مشاهدينا فاصل صغير نرجع لحضراتكم مره ثانيه، استنونا.